هاو الميتال احنا رانا نتورنيو وناس يتعلق علينا بطوموبيلات صحيح. يعني الجزائري ما يسوقش برك او عايش يعني هو شوف بايزوب السياقه بالنسبه للجزائري كي ناخذوها كمعطى قلنا بلي عندها قيمه اجتماعيه صح اللي عنده طوموبيل قديمه واش كي يكون يسوق يتعقد يقول بلي طوموبيل قديمه راهو يشوفوني بلي ماشي لاحق وانا شغل مواطن مكسور واش يدير يبدا يتهور في السياقه باش يقولهم ينتقم في الطريق ينتقم يهدك يهدك دوك تشوفوا انا شكل تهديد تقادوني بلا مزيتكم.